ونحتفل بثلة من التلاميذ النجباء، تلاميذ الذين بصموا استحقاقات 2023 بمداد من ذهب، لأن هاد التلاميذ قدروا يحققوا نتائج جد جد متميزة. هاد السنة هادي عندنا جوج ديال المسالك اللي احتلت المراتب الأولى وطنيا، مسلك الاقتصاد وأيضا مسلك الآداب. ايضا هذه السنه هذه قدرنا نحققوا في الدوره الاولى، يعني في مجموع الناجحين 50% منهم كلهم بميزات مستحسن حسن وحسن جدا. ايضا من بين المحطات المتميزه داخل الجهه عندنا تلميذه اللي اخذت يعني اللقب ديال ملكه الرياضيات، واللي ايضا مثلت المغرب في اليابان احسن تمثيل. عندنا ايضا اساتذه السنه واللي هما يعني احتلوا المرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه على التوالي على الصعيد الوطني، وهذا يشرف المنظومه التربويه بالاكيد. هاد النتائج هادو واللي عندنا فيها اعلى معدل هو 19.30 هو دليل على واحد العمل القاعدي كيقوم به الاطر التربويه والاداريه، ولكن ايضا بتعاون وتاطير من الاسر والامهات والاباء، لانه الدور ديالهم محوري في هذه العمليه. هي فرصة باش نوه ونشكر جميع المتدخلين وجميع المساهمين والشركاء ديال المنظومة، من سلطات أمنية، سلطات منتخبة، مجتمع مدني، يعني بجميع الأطياف ديالو، وأيضا أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ورجال الإعلام الذين يواكبون معنا محطات التميز. لي الشرف اليوم نحضر الحفل التكريم رفقة الزملاء ديالي، لي الشرف وحنا سعداء في هذا التكريم. الوالدين ديالي، الاساتذه ديالي، الليسي والمدراء ديالي كاملين. الطموح ديالي بغيت نولي اكسبير كونطابل ان شاء الله، اون انتيغون ليسكا او سيكل اكسبرتيز كونطابل لي اتر اون اكسبير كونطابل. تلاميذ المتوجين البكالوريا، السيد الوكيل العام لأخذ صورة جماعية مع المتوجين بشكل جماعي، تفضلوا.